السلام عليكم، مرحبا بكم أعضاء قناة فريجيت، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. لمن يشاهد هذا الفيديو أول مرة فليقم بسبسكرايب وتفعيل الجرس حتى يصله كل جديد. هذه قناة مختصة في الأردروبات القوية والصادقة أصدقائي. حسنا، هنا تذكير بهذه الفيديوهات القوية الموجودة على الكوين ماركت كاب أصدقائي، موجودة على الكوين ماركت كاب. رجاء أصدقائي شاهدوا هذه الفيديوهات وقوموا بنشرها حتى يستفيد الجميع. ثانيا أصدقائي، اليوم سنشرح عملة جديدة 5 بالانس اردروب أصدقائي، عملة تعطيك 30,000 قطعة FBN. هذه العملة أصدقائي هنا فقط يومين وينتهي هذا الICU، يوم اثنين فقط وينتهي هذا الICU. عملة أصدقائي موثوقة وعملة صادقة، إن شاء الله ستصل قريبا إلى محفظتنا. سنذهب أصدقائي مباشرة إلى هنا حتى نقوم بهذه المهام السهلة. هنا يعطينا أصدقائي موقعهم، وهنا سنتبعهم على التليجرام والتويتر والميديوم واللينكد والجيت اب. حسنا أصدقائي، هذه عملة. حسنا، سنذهب هنا، سنقوم أولا بالإيميل، ثم أصدقائي نذهب إلى سويفون. حسنا أصدقائي، هنا يقول لنا فلو اون تويتر، هنا نذهب إلى تويتر متاعهم ونقوم بمتابعتهم. وهنا أصدقائي سنقوم بريتويت هذه مع تاج سانك فريند، مع تاج سانك فريند. حسنا أصدقائي، سأقوم بهذه المهمة وأعود إليك. حسنا أصدقائي، سنقوم بهذه المهمة معا. هنا يقول لنا ريتويت هذه مع تاج سانك فريند، سنأخذ هذه هكذا أصدقائي، هكذا، ونقوم بكوبي، ثم نذهب إلى التويت هنا، نأتي إلى هنا أصدقائي، نقوم بهكذا، ثم أصدقائي نأتي بخمسة أصدقاء. هنا أنا عندي في التكست خمسة أصدقاء. حسنا أصدقائي، هنا سأضيف خمسة أصدقاء هكذا، 1 2 3 4 5، خمسة أصدقاء هكذا أصدقائي فقط، ثم نقوم بتويت فقط أصدقائي، ثم أعود إلى البروفايل الخاص بي هنا حتى أتي بالرابط بتاع هذا التويت، الرابط هذا التويت. حسنا أصدقائي، هنا هذا التويت الذي قمت بها أصدقائي هنا منذ 12 ثانية، هذه سأأتي إلى هنا هكذا وأقوم بكوبي هذا اللينك، ثم أعود هنا وأقوم بلصقه فقط أصدقائي. هنا embed your tweet username، هنا نكمل التويت username. حسنا أصدقائي، بعد أن وضعنا الاسم اليوزر نيم تويتر، هنا نذهب إلى التليجرام، نقوم بإضافة هذا التليجرام، ثم نقوم بوضع اسم التليجرام الخاص بنا. وعلى اليوتيوب كذلك نذهب إلى اليوتيوب ونقوم بسابوني أبوني سبسكرايب على اليوتيوب، ونأتي بلينك اليوتيوب الخاص بنا، ثم المحفظة الأثيريوم أصدقائي، ثم هنا الريفيرال تيليجرام سأضعه لكم أيضا تحت الرابط، هذا صديق الذي تسجلت أنا من تحته، وأنت ستتسجل من التليجرام الخاص بي الذي هنا، التليجرام اللي خاص بي هنا، هذا هو اسمي التليجرام الخاص بي أنا. ثم أصدقائي نذهب إلى الصفحة الموالية هنا هكذا أصدقائي. حسنا، هنا سنرى ما يطلب منا. حسنا أصدقائي، بالنسبة إلى هذه المهمة، مهمة البيتكوين تالك أصدقائي، هنا سنضع هذه هكذا كوبي كلي، هذه كلها هكذا كوبي كلي أصدقائي، ثم نذهب إلى هذا الرابط من هنا هكذا، هنا هذا الرابط يدخلنا إلى هذه الصفحة أصدقائي، هذا هو الأردروب. سنقوم بريبلاي لهذا الأردروب، ها هنا يطلب من نفس الشيء، هنا ها هم، سنقوم بتعمير هذه الفراغات ومثل ما فعل هذا أصدقائي، وهذا سنقوم احنا بمثله فقط أصدقائي.
حسنا سننزل إلى الأسفل، إلى الأسفل ريبلاي هنا أصدقائي، نضغط هنا على ريبلاي. حسنا أصدقائي ستأتي هنا هكذا وأقوم بكولي. حسنا أصدقائي هنا نقوم ببيتكوين تالك يوزر نيم. حسنا هذا هو اليوزر نيم الخاص بي هكذا كوبي كولي، ثم التليجرام، ثم تويتر، ثم اليوتيوب، ثم أصدقائي سنأتي بلينك البيتكوين تالك بروفايل. هذا ها هنا سنقوم به، هذا صعب سنقوم به هنا. سأفتح نافذة جديدة هنا، لا ليس هنا، إن وضعته ها هنا. حسنا أصدقائي البيتكوين تالك الخاص بي هذا هو ها هنا. سنذهب إلى بروفايل أصدقائي، ثم هنا هذه أصدقائي، ثم نأتي إلى الفوق، سنأتي بالبروفايل من فوق أصدقائي هكذا من هنا نأخذ اللينك. حسنا كوبي ونعود إلى البيتكوين تالك هنا، نقوم ببيتكوين بروفايل لينك. حسنا سأقوم به هكذا، ثم التليجرام بروفايل لينك أصدقائي، ثم تويتر بروفايل لينك، ثم اليوتيوب بروفايل لينك. هنا اليوتيوب يوزر نيم. حسنا أصدقائي سهلة هذه المهام، سأقوم بها في الحين وأعود إليك. حسنا أصدقائي بعد أن أكملنا هذه المهام هنا، هنا البيتكوين تالك يوزر نيم، وهنا التليجرام يوزر نيم، التويتر يوزر نيم، يوتيوب يوزر نيم، وهنا بالنسبة لللينك بيتكوين تالك لينك، وهنا التليجرام لينك. حتى إذا لم تعرف كيف تأتي به تكتب هذا، ثم تكتب يوزر نيم هنا فقط أصدقائي، ثم تويتر، ثم اليوتيوب لينك فقط أصدقائي، ثم ننقر هنا على بوست هكذا، ننقر هنا على بوست. حسنا أصدقائي هنا يقول لي هناك شيء، سأفسخ هذه هكذا. هنا قد أكملنا هذه المهام هنا أصدقائي، هذا ماي بروفايل لينك هكذا أصدقائي، وها هنا قد أكملنا هذه المهمة. سنعود إلى هنا يقول لك بيتكوين يوزر نيم. حسنا سنذهب إلى البيتكوين يوزر نيم هكذا، نعم هكذا، هذا هو البيتكوين يوزر نيم هكذا كوبي، ثم نأتي نلصقه هنا، ثم يقول بيتكوين بروفايل لينك هذا هو أصدقائي بروفايل لينك. حسنا كوبي نأتي إلى هنا كولي، ثم لينك ريبلي فور يور بوست. حسنا أصدقائي هذه مهمة جدا، من هذا البوست من أين سنأتي بالرابط؟ من هنا أصدقائي، هذا عدد سنأتي هنا هذا إلى هذا العدد أصدقائي، ركزوا هنا ونقوم بالضغط على الفأرة على اليسار، على اليمين الفأرة أصدقائي، ثم كوبي الأدريس هنا هكذا، ثم نأتي إلى هنا ونقوم هكذا بإلصاقه. هنا يعطينا example هو هذا فقط أصدقائي، مثل ما فعلنا بالضبط أصدقائي، ها هنا هكذا بيتكوين تالك كذا كذا فقط أصدقائي، سأعيدها. من هنا تأتي وتضغط بير اليسار إلى على الدالة، ثم كوبي الأدريس فقط أصدقائي، هنا هذا هو اليوزر نيم الخاص بي، ستأتي به من هنا، من هنا أصدقائي. حسنا فقط أصدقائي ماذا يطلبوا؟ يقولوا لنا موفين كوبي، يقولون له نعم. حسنا هكذا أصدقائي، ثم أقوم بأنفوي فقط أصدقائي، وشكرا إليكم.